هو معلوم لكل شيء إذا مات ما نقصانه. نحن كملنا الدورة الأولى لبيلمون الكرنفال الدولي لأكادير، وعلى أساسه درنا هذه الندوة الصحفية اللي بينا فيها فعلا أن بيلمون هذا الكرنفال الدولي لأكادير حقق واحد النسبة كبيرة من طموحات ديالنا كمنظمين، وبالتالي شجعنا أننا نتهيئوا كذلك الدورات القادمة إن شاء الله. الدورة هذه فيها طبيعة الحال واحد المكاسب كبيرة. أولا تبني المواطنين لهاد التظاهرة الثقافية الفرجوية هذه واحد تبني كبير جدا، سواء على مستوى قرية الكرنفال في حديقة بن زيدون في وسط أكادير، أو في الندوة الدولية التي أقيمت بهذا المستوى وكانت فعلا دولية، لأن كان فيها وجهة نظر ألمانية، وجهة نظر فرنسية، في وجهة نظر كنارية، ولكن كذلك على مستوى الاستعراض نفسه، بحيث لاحظنا الانضباط ديال المواطنين والاحترام ديالهم كيف قلت والتبني ديالهم ديال هاد التظاهرة هذه. كل هذه مكاسب تشجعنا على أننا إن شاء الله أننا نهيئ أنفسنا للدورة المقبلة بكل حماس. النجاح يكون كذلك في عدد المواطنين الذين يحجوا إلى شارع محمد الخامس لتتبع الاستعراض هذا ديال الكرنفال الذي يقدر ب 150 ألف من المواطنين، علاوة على هذوك اللي مشاو باش يحضروا السهرات الفنية اللي تقامت على هامش الدورة هذه. نحن مطمئنون ومرتاحون للنتائج المحصلة عليها صراحة، ونأمل إلى الأفضل إن شاء الله. شكرا لكم. شكرا.